السلام عليكم أصدقائي، وياكم عادل وفيديو جديد من كل يوم معلومة. فيديو اليوم راح نتعلم شلون نربط راوترين باستخدام كيبل. عندنا فيديو سابق بالقناة شلون نربط راوترين بدون استخدام أي كيبل، يعني إعدادات عن طريق الواي فاي. الراوتر الثاني ياخذ الانترنت من الراوتر الأول عن طريق الواي فاي وضبط بالإعدادات، وبكل سهولة ينتقل النت من الراوتر الاول للراوتر الثاني. راح اترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف للي ما شاف الفيديو. بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نوصل النت من الراوتر الاول للراوتر الثاني باستخدام كيبل. شنو الفائدة من اني اوصل النت من الراوتر الاول للراوتر الثاني؟ انا عندي مثلا راوتر بالطابق الثاني والاشارة مالته ما توصل للطابق الاول او بالعكس، فأنا بكل سهولة أقدر أربط واير من الراوتر الأول للراوتر الثاني ينقل لي النت بنفس القوة للراوتر الثاني. أو عندي مثلا راوتر عدة جيران وهم مشتركين اشتراك قوي، أو أنا أريد أشارك وياهم بالاشتراك وأسحب من عندهم نت وما أحتاج أجيب نانو ولا أبد، مجرد الراوتر مالتي وأسحب من عندهم واير وراح أخذ نت بنفس القوة. العملية كلش بسيطة فوق ما تتصورون، ولا تشوفون فيديوهات مصعبة الأمر، العملية جدا بسيطة. وطبعا النت اللي راح تاخذه هواية أحسن من ربط راوترين باستخدام يعني بدون استخدام أي واير، طبعا لأن الإشارة بالواي فاي يصير بها تشويش عن طريق الأجهزة، عن طريق أي شيء، عن طريق الإلكترونيات يصير تشويش، بس بالواير راح يكون الاتصال أقوى وأسرع. خطوات بسيطة جدا. هذا هو الراوتر الأول اللي يمكنك، لاحظ الجلوب أزرق، وهذا الواير اللي واصل من النانو أو من الكيبل الضوئي. هذا الواير الرئيسي يكون داخل بالراوتر الأول. خلينا نفترض هذا الراوتر موجود عدة جيران وتريد تسحب أنت من عنده، هذا راوترهم. ما تحتاج كل شيء من هذا الراوتر، لا تحتاج الباسورد ولا أبد، كل شيء ما تحتاج، لا تدوخ نفسك. هذا الجاي قلنا من النانو ومن الكيبل الضوئي، وهاي عندك اربع مخارج حاطي لك اياها. كل اللي تحتاجه انت هذا هو الواير مالتك. خلينا نفترض هذا الواير مالتك تريد تسحب من الجيران للراوتر الثاني اللي هو ببيتك. كل اللي تحتاجه انه الراوتر الموجود عندك انصحك انه تفرمته، واذا ما تعرف شلون تفرمت الراوتر فموجود عندنا فيديو بالقناة يشرح شلون تفرمته، لان انت من فرمته راح ترجع الاعدادات الافتراضية وتمسح اي اعداد سابق به، فعلى مود تعرف تضبط الاعدادات من جدة وجديد. فانت الافضل انه الراوتر الموجود ببيتك او التريد السحبة الثاني تفرمته، الراوتر الاول كل شيء ما عليك به. هسه اقول لك وين راح تربط الواير. هذا عندي الواير، انا اشتريت واير 20 30 متر، اريد اربط اسحب من الجوارين او اريد اسحب من بيتي نفسه من الطابق الثاني ابدا اوصل الراوتر الثاني. اجي هذه الفيشه مال واير مالتي، اجي اخذ الراوتر الاول البينت، اجي عندي هاي اربع مخارج، اي مخرج من عندهم يعجبك. خلينا نفترض المخرج الاول، اجي ادخله للمخرج الاول الواير مالتي واجي اسلكه. هذا ربطت الواير بالمخرج رقم واحد بالراوتر الاصلي. اجي الطرف الاخر وين اخليه؟ بالراوتر الاول ورا ما فرمته قلنا، هناك من الراوتر الاول سحبته من مخرج رقم واحد، هنا وين راح ادخله؟ راح ادخله بهذا المخرج الرئيسي. اجي اسحب قلنا من المخرج رقم واحد بالراوتر الاول اللي هو البينت، واجي احطه هنا بهذا الرئيسي اللي باللون الازرق للراوتر الثاني. هذا كل اللي اسوي طبعا ورا ما فرمتت هذا الراوتر. اجي بكل سهولة افتح تليفوني اكنك على هذا الراوتر، راح تلقى بينت. شغلة واحدة وملاحظة واحدة فقط، اذا ما تلقى بينت معناتها انت الاي بي مال هذا الجهاز نفس الاي بي مال الجهاز الاول وهذا مرفوض. لازم اهم نقطة انه الاي بي للراوتر الاول ما يكون نفس الاي بي للراوتر الثاني. اغلب الاحيان هو الاي بي احنا نغيره، فاعتيادي انت اذا موجود عند راوتر عند بيت جيرانك او هذا راح يكون مغيرين الراوتر، فمن تجي تفرمت راح يكنك بصورة طبيعية. في حالة انه ما كنك
فانت مجرد تدخل الاعدادات الراوتر اللي فرمته وتغير الاي بي. واللي ما يعرف شلون يغير الاي بي موجود ايضا فيديو بالقناه شلون تغير الاي بي. لكن احنا هسه راح نروح ننتقل لشاشه اللابتوب ونشرح في حاله انه تغير الاي بي. طبعا لهنا انا اكنك على هذا الراوتر الثاني وموجود بنت 100% راح يكون النت اللي موجود هنا تحول هنا وبكل سهوله وبدون اي تعقيد. لكن في حاله انه ما كنت معناته عندي الاي بي مال الراوتر الاول نفس الاي بي مال الراوتر الثاني واكو اعداد اردراويكم اياه بالحاسبه. طبعا بالحاسبه للتوضيح وبالتليفون نفس الشيء، اقدر انا بالتليفون باستخدام جوجل كروم او اي متصفح اكتب بي بعد ما فرمتت الراوتر الاول اكتب بي 192.168.0.1 وادخل اكتب اليوزر نيم ادمن ادمن، ادخل للصفحه مال الراوتر الثاني واشوف اعداداتها. هذا الحكي قبل لا اربط هذه الفيشه في حاله عدم وجود نت بهذا الراوتر. اجي هسه ننتقل لشاشة الحاسبة وراويكم شلون اغير باعدادات الراوتر الثاني في حالة انه ما وصل نت للراوتر الثاني. لاحظوا حبايبي الراوتر الاول انا مسميه انجينير وهسه اللابتوب مكنك عليه. الراوتر الثاني اللي فرمتناه هذا اسمه انجينير بي سي لان انا فتحته من خلال الحاسبة، هنا اسمه انجينير بي سي نيتورك 2. هذا هو الراوتر الثاني طبعا عن الربط اللي ربطناه احنا. اجي انطي كونكت راح يكنك بشكل طبيعي ما عندي اي مشكلة، وهذا اليوتيوب وهذا يفتح بشكل طبيعي. مجرد انه وصلنا الراوتر مثل ما سولفنا بالفيديو كنك بصورة طبيعية. في حالة انه ما كنك فاني شو اسوي؟ اول شغلة اسويها افصل الفيشة اللي ربطتها، اجي افصلها هذه الفيشة واجي اتعامل ويا اعدادات هذا الراوتر الثاني. اصدقائي في حالة قلنا اكو مشكلة ورا ما ربطنا التوصيلات فاحنا نفصل الفيشة عن الراوتر الثاني ونشيك الاعدادات مالته. اول شيء اني اكنك على الراوتر الثاني بعد ما فرمته، هنا اني اسمه انجينير بي سي لان فتحته من خلال الحاسبة، او تكون اسمه تي بي لينك طبعا تكنك عليه بالتليفون، طب للسيتنج طب للواي فاي تكنك عليها. بعدها بالمتصفح مال التليفون مالتك تجي تكتب هنا 192.168.1.1 وبعض الاحيان يكون 01 حسب الديفولت مال التي بي لينك اللي عندك. اجي اضغط انتر، هنا يطلب مني الباسورد اليوزر نيم والباسورد مال الراوتر. طبعا ورا ما فرمته راح يكون ادمن ادمن، اجي ادخله ادمن وهنا بالباسورد ايضا ادمن. اجي اضغط انتر، هنا فتحت عندي صفحة اعدادات الراوتر الثاني. قلنا اذا اكو مشكلة وما كنك فالخطوة الرئيسية انه اغير الاي بي. شلون اغير الاي بي؟ اروح للنتورك، هنا اروح لللان، هنا عندي هذه القائمة من نتورك اختار لان، راح طلع عندي هنا 192.168.1.1 اجي اغيره. الواحد دوت واحد مثلا اسوي واحد دوت اي رقم يعجبك، 2 3 4 5 يعني اي رقم يعجبك تغيره تنطي سيف وتنطي ريبوت راح تنحل عندك المشكلة. هاي نقطة، هاي في حالة قلنا اذا ما كنك. بعد ما غيرت الاي بي بعدها تروح للخيار نيتورك، يجب اختيار هذا الخيار اللي هو دايناميك اي بي. اغلب الاحيان يكون ها بعد ما تفرمت الراوتر يكون الخيار هذا هو اصلا يعني مختاره. فللتأكد روح للقائمة نيتورك وباوع هذا الخيار دايناميك اي بي. المفروض هذا الخيار موجود دايناميك اي بي، يعني عندنا نقطتين رئيسية يكون دايناميك اي بي ويكون تروح للنتورك وتختار الخيار لان وتغير الاي بي. لازم الاي بي مالتك مو نفس الاي بي للراوتر الاصلي اللي انت سحبت من عنده واير. هذه الحالة حبايب يعني نادر ما تكون، يعني قلت لك انت بس تسحب واير من مخارج اي مخرج من مخارج الراوتر الاول وتخليه بالمخرج الرئيسي للراوتر الثاني
وتكنك طبيعي، الراوتر الثاني راح يكون عندك بنت. تبقى انت تطب للراوتر الثاني ورا ما فرمته وتضبط الاسم والباسورد على مود تحمي راوترك. للي ما يعرف يغير الاسم والباسورد وبقية التفاصيل للراوتر الثاني بعد ما سحبت واير، اكو فيديو اخر بالقناة بشرح تفصيلي شلون تغير اليوزر نيم والباسورد واسم الشبكة والادمن ادمن، كلها بالتفصيل موجودة وبطريقة مبسطة. لهنا حبايبي اتمنى تكون استفاديتوا من هاي الفكرة ومن ربط راوتر براوتر باستخدام واير، واني انصح بيها ويكون النت مالتها كلش قوي وافضل طبعا من تربطه بدون واير، لكن وايرليس الربط وايرليس يكون اسهل، يعني ما تحتاج السلك واير ولا ابد، لكن بقوة النت هو باستخدام الواير يكون اقوى واسهل بالاعداد وبالربط. لهنا حبايبي انتهى الفيديو مالتنا، اتمنى يكون ينال اعجابكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك، نلتقيكم بفيديو جديد، اخوكم المهندس عادل الربيعي في مال الله.